الخطايا وأول خطيئة عندنا خطيئة الغرور. في البعض بيشوف إنه رجال الدين عندهم شعور بالغرور وإن هم أحسن من العوام. شايفة المقولة دي صح ولا غلط؟ غلط غلط، لأن ربنا بيقول فلا تزكوا أنفسكم. لا أنا بقول هل حاصل ولا مش حاصل؟ هل في بعض رجال الدين بيبقى عندهم شعور بالغرور وإن هم أحسن من العوام؟ أولا إحنا ما عندناش حاجة اسمها رجال الدين. علماء الدين. علماء الدين. ايوه علماء الدين. علماء هل الدين. هل في البعض منهم لا. عنده شعور بالغرور وهو افضل من العوام؟ لا 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 بالعكس، ده هم اكثر ناس في التواضع عشان يقدروا يقوموا بالدعوه بتاعتهم. ولو في علماء دين بيطلعوا يقولوا على الشاشه انت تسمع مني وما تسمعش من غيري، ده غرور ولا مش غرور؟ لا طبعا ما يصحش. انا ما سمعتش على الموضوع ده، لكن ده يعتبر. ولما علماء الدين يقولوا انا رايي الصح واللي انا بقوله هو الصح، لا. وممنوع نجتهد وممنوع نبحث، لا 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 لا. هل ده نوع من انواع الغرور ولا لا؟ ابدا ابدا. هل ده نوع من انواع الغرور ولا لا؟ مفتوح مفتوح مفتوح. هل علماء الدين اللي بيطلعوا يقولوا ممنوع الاجتهاد وخلاص باب الاجتهاد اتقفل وراينا هو الصح واحنا بس اللي نبحث واحنا بس اللي نجتهد وانتوا لا، هل ده نوع من انواع الغرور؟ إذا كان إذا كان حاصل يبقى يبقى غرور. لكن أنا من خلال يعني معاملتي معاهم رجال أساتذتي ورجال واللي بيقول كده علماء الدين وكده، أنا بتكلم على اللي بيقول كده. اللي بيقول كده يبقى غرور. طب غرور. طيب تاني خطيئة عندي خطيئة الشهوة. برضو للأسف الشديد إنه في البعض اللي بيتهم بعض رجال الدين ان هم او علماء الدين ان هم دايما مهتمين بالتفسيرات اللي بتخص المراه والجنس والشهوه، ودايما هو ده اللي شاغل بالهم اللي شاغل تفكيرهم، شايفينه حاجه مهمه قوي، مع ولا ضد؟ هو طبعا في حاجه اسمها ايه الفطره الانسانيه. والربنا سبحانه وتعالى حينما خلق الذكر والانثى جعل في كل منهما ميول أو فطرة الميل إلى الآخر. الميل ده معناه الاشتهاء، وعشان كده ربنا حط ضوابط عشان يمنع الوقوع في هذا الاشتهاء. أول ضابط كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. هل في هوس بالفتاوى اللي بتخص المرأة والجنس؟ في هوس بيها؟ لا، هو لأن المجتمع أصبح محتاج لمعرفة حقائق هذه الأحكام. يعني إحنا كل ما بنقدم برامج، في حاجة تانية أهم، كل ما بنقدم برامج بنسأل فيها عن عمليات الطلاق والزواج العرفي وكده. أيوة بس في حاجات تانية أهم. يعني دلوقتي كل ما نفتح برامج يعني بنلاقي الشيوخ طالعين بيتكلموا معظم الأوقات على على هذه الفتاوى، مع ان في فتاوى تانية اهم بكتير. ليه مركزين في الموضوع ده قوي؟ حسب ما بيجي لهم يا امير، حسب ما بيوجه لهم. يعني هم هيروحوا كده من نفسهم عشان يقولوا مثل هذا؟ لا، بيتسالوا. فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهم كاهل ذكر بيتسالوا في مثل هذه المسائل. يعني خيانه الزوجه لزوجها، زواج القاصرات، خيانه زواج القاصرات، زواج القاصرات. في من افتى انه تتزوج صغيره 11 سنه تتزوج، لا. لو هي جسمها مليان وحلوه كده تتجوز عادي، مع ولا ضد؟ هو طبعا مع ضد طبعا، وضد ضد. وضد. بس المشكله في الموضوع ده، ما فيش شيوخ بتطلع تقول كده. المشكله في الموضوع ده، ده مش بس بيقولوا كده، ده اللي بيجوزوهم كمان. ايوه طيب، وده غلط. هو الخطا لو بره. الشيوخ دول جم منين؟ جم منين الشيوخ دول؟ عند تاثر بتيارات وافدة الى مصر. طيارات ايه؟ أزار. طيارات ايه؟ سلفيه. طيارات سلفيه. مع الموضوع ده لحد دلوقتي وبيشجعوه. زواج القاصرات وانه البنت لو جسمها مليان وتقدر انها لو تطيق الزواج. لكن النص عن الرسول. طب ما هو هما جابوا الكلام ده منين؟ انا بقول لك جابوا الكلام ده، يقول لك ان ما فيش نص يحدد سن الزواج، وبيستندوا بحديث السيدة عائشة إن الرسول تزوجها وهي صغيرة. وأنا بحثت عن هذا الحديث ولقيته حديث غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح.
بعدين لما الاقي قطعا غير صحيح. ايوه قطعا غير صحيح. قطعا غير صحيح. قطعا غير صحيح. الدنيا هتقوم عليكي. تقوم تقوم. ها لما لا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ايوه فليتزوج. الباءة دي يعني ايه؟ القدرة البدنية والمالية وتحمل المسؤولية. ولذلك من شرط اهم ركن في الزواج ان يكون كل من الزوجين اهل اهلية المتعاقدين. ما جيبش انا الصغيرة ام 9 سنين وزوجها هي ملهاش رأي ملهاش اختيار ولا فاهمة حاجة أصلا ملهاش اختيار بختصر طفولتها. بس للأسف في بعض بيتاجر بهذا الزواج اللي هو صغيرات إنه بيبيع يعني بعتبره بيبيع بنته بيبيع بنته لمن هو ثري. على فكرة اللي بيحب الأطفال ده مرض نفسي يعني أنتوا في ناس مرضى ده مرض وليه اسم. لا برضك بس في اتجاه إن الأب للأسف ببعض الآباء بيتاجروا ببناتهم وفي مناطق عندنا في مصر هنا معروفه. ايوه عارفه. على فكره الهوس الجنسي بالاطفال ده مرض نفسي موجود. يعني ايه يعني معاشره الاطفال؟ معاشره الاطفال طبعا عايز يعاشر طفله. ده مرض جنسي اسمه بيدوفيليا اللي هو وكمان متفسر ليه؟ لان هو بيكون عنده ضعف جنسي مع السيده ما يقدرش يثبت نفسه قدامها فبيضطر ان هو بيروح بيميل للاطفال. للاسف. وحوادث كتير واحنا وفي شيوخ بيشرعوا ده. لا بيدوله لا بيشرعوا بيدوله الرخصه. لا لا بيدوله الرخصه. ازاي رخصه؟ بيدوله الرخصه. ازاي رخصه؟ لا 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 شيوخ سلفيه بيدوا رخصه تزوج صغيره. ما هو ده اسمه ايه؟ انا ماليش دعوه بالسلفيه انا بتكلم على الاسلام المعتدل. كذلك وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء. فانا السلفيه والتنطع ده بتاع السلفيه الرسول نهى عنه. طيب جايبين المناهج منين؟ المنهج كتب التراث. كتب التراث ما هو ده اللي ما احنا بنرجع للاساس مره ثانيه. ما احنا بنرد كتب التراث فيها اللي بيبيح او اللي بيقول ان كان 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 يعني كتب التراث اتغيرت؟ ايوه اتغيرت. اتغيرت نقت نقت. بقول لك الشيخ الازهر عمل لجنه. طب ما بيجددوا اهو. طبعا هو الازهر بيجدد تجديد بالعكس. طب يقولوا يطلعوا يقولوا مع التجديد مع التجديد الازهر الشريف مع التجديد مع التجديد مع التجديد مع التجديد الى الطلاق الشفوي. ها الى الطلاق الشفوي. لا الطلاق الشفوي هم عندهم وجهه نظر لكن احنا انا عن نفسي من ازهر لما بقول لا يا لا يقع. خطيئه الحسد بامانه كده وانا عارفه انه طبعا ده طبع مش فيكي ابدا ولكن هل ممكن تشوفي او تبصي للشيوخ او العلماء الدين اللي بقى معاهم فلوس كتير قوي وبقى عندهم ثروات كبيره جدا هل بتبص لهم؟ شوفي الحسد تمني زوال نعمه الغير. ومقابل الحسد الغبطه. الغبطه يعني انا عايزه ابقى زيه بس افضل النعمه عنده. فرق ان انا عايزه اتمنى ان انا ابقى زيه. أيوة. بس النعمه تفضل عنده. بالزبط. لكن ما تمناش ان النعمه تزول من عنده وتبقى عندي انا. طيب الشيوخ اللي حققوا ثروات كبيره جدا ومش هخش في اسامي لكن الناس يعني الناس فاهمه احنا بنتكلم عن مين كويس عملوا الثروات دي منين؟ من الاعراض والسفر. ها من الاعراض. مش عالم الدين ده يكون شخص زاهد ولا مش لازم يبقى زاهد؟ بيه يبقى عالم الدين المفروض يبقى زاهد ولا مش لازم مش مطالب منه ان هو يبقى زاهد؟ في ضرورات للحياه يا اميره. طبعا ربنا بيقول على الانسان وحب المال ايه وانه لحب الخير لا شديد. وبيقول ايه المال والبنون زينة الحياه الدنيا بس باعتدال وبكرامه وبعفه نفس وعدم متاجره. على فكره مش دول اللي انا بتكلم عنه. وعدم متاجرة. انا ما بتكلمش عن المفروض انا بتكلم على في واقع دلوقتي في بعض الشيوخ كونوا وحققوا ثروات كبيره تلاقي شيخ راكب عربيه بخمسة مليون وبعشرة مليون وبيتباهى وبيغيرها كل سنه وبيتزوج مره واثنين وثلاثه واربعه ويطلق ويتجوز تاني مره واثنين. انا معاكي انا عايزه رايي في دول بس رايي عشان عارفه ليه هقول لك ليه انا عايزه اعرف راي حضرتك تمام عشان الناس دي بتطلع وبتتكلم وناس ملايين بيصدقوهم وبيمشوا وراهم للاسف. طيب ده يرجع لوسائل الاعلام نفسها.
ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا تهرب من السوء اللي عملته. ويحذركم الله نفسه، شوفي يحذركم الله نفسه. عزيز بقول الله رؤوف بالعباد، زي ما بقول لك كده هوت. يعني المشايخ اللي يتزوج مره واثنين وثلاثه واربعه ويطلق ويتجوز تاني وعنده شهوه للستات وعنده شهوه للحياه وعنده شهوه للعربيات وعنده شهوه للفلوس، دي خطيئه ولا مش خطيئه؟ مش خطيئه ولا لا؟ المشايخ، طب والناس العامين اللي عندهم نفس الشهوه؟ المشايخ لا، ده رجل، ده رجل دين، ده رجل الناس بتمشي وراه. انا لم اسمع ان ده رجل دين منحرف مثل هذا الانحراف اطلاقا. شايفه كده؟ لا لا لا، الدين المفروض بيعصم، المفروض بيراجع الانسان، يراجع دايما تصرفاته وجاهده. طيب ما ده اللي انا عايزه اوصل، انه رجل الدين او اللي بيدعي انه رجل دين وبيتاجر بالدين وعنده طمع في الثروات وعنده طمع في النساء وعن طريق استغلال علمه، فده انحراف. طبعا انحراف، هو ده اللي انا عايزه. بس برضه مش عايزين نقول رجل دين دي تاني. ماشي، انا قلت بيدعي، ما تقوليش رجل دين ابدا. انا قلت علماء، عالم، بيدعي بالعلم. بيدعي انه عالم دين. بيستغل علمه وبيبقى بيكسب فلوس كتير جدا عشان عنده شهوات. بكل اسف انا زعلانه من هذه الظاهره. لكن بقول لك ايه، زين لهم الحياه الدنيا، وكل انسان يا بنتي، كل نفس بما كسبت رهينه. طيب هنروح للخطيئه الجايه ولكن بعد الفاصل، استنى. خطيئة الشراهة، الناس اللي بتحب الأكل قوي، حبوا الأكل، خطيئة؟ حب الأكل، عايز ياكل كتير، دي خطيئة؟ خطيئة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. فلا، فالمفروض إن ربنا نهى عن الإسراف ونهى عن التبذير، وهي لا طبعا خطيئة لمن يعمل هذا. يعني أنا طبعا هي حلقة كلها عن آراء دينية، فعايزة إنه دكتورة سعاد صالح تفتح لي قلبها. أنا بفتح أكتر. طيب مش هننكر برضو إنه بيكون في جلسات تحت مسمى الدين، بنقرأ قرآن، بنقول تواشيح وحلقات ذكر، ونلاقي الأكل كتير والولائم كبيرة وضخمة جدا. هل بتشوفي ده نوع من أنواع الشراهة؟ طبعا، ونوع من أنواع التعلق بزينة الحياة الدنيا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ده بين ربنا وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وبعدين قال لك والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. في نقطة تانية في الشراهة، في نقطة تانية في الشراهة. شهر رمضان شهر الصيام، بنصوم عن الأكل وبنصوم عن الأفعال الوحشة وبنصوم عن كل حاجة المفروض مش كويسة. هل بقيتي تحسي زي كده؟ أنا حاسة كده الصراحة، إنه شهر رمضان بقى شهر الأكل، بناكل فيه أكل. فين يا جماعة الصيام ده؟ وانا عشان اصوم النص الاولاني من اليوم معنى كده ان انا النص التاني اكل بط وحمام ومحشي ونكتر بقى في الانواع والحلويات ونحلي، هو فين بقى الصيام في كده بقى؟ بصي هو ده صيام؟ في حاجه اسمها عادات وتقاليد. اعرف واعرف، بيتحكم في ناس كتير. يعني انا مثلا الاقي ارتفاع اسعار وبتاع، في نفس الوقت اول ما تيجي مناسبه دينيه الاقي الفلوس ظهرت. صح، طوابير. صح، ابقى مستغربه. ايوه، فشهر رمضان شرع لكسر حده الشهوه، ولانه الصوم وجاء.
وده يعني وقاية. وقاية من الوقوع في المحظورات، سواء محظورات ترجع للأكل أو للشرب أو للجنس أو الحاجات دي كده. وربنا عبر عنه لعلكم تتقون. يعني اللي احنا بنعمله ده غلط؟ غلط جدا. ان احنا ننوع في الاكل ونعمل اكلات غلط كتير. غلط جدا. نمشي يا جماعه على قدنا، والله العظيم ربنا ما بيحب المظاهر اللي احنا بنعملها. هل ده يبوظ صومنا؟ ها؟ لما ده يبوظ الصوم بتاعنا؟ يبطله؟ لا يعني مش الدرجات. ما اعمل على الفطار كل انواع الاكل. بص يا اميره. طب وانا كده بقى في فرق إيه؟ بين صوم مبرور وصوم مقبول. ايوه. فاللي بيعملوا كده صومه مقبول. اما بقى لما اتحدى هذه الشهوات يبقى صوم مبرور. وصوم المبرور اجره عند الله اكثر من صوم المقبول. خطيئه الغضب عند الناس. في ناس لما بتغضب او بتحقد على حد او بتغير منه او بتحسده او 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 او, أو. بتلجا للسحر وبتلجا للاعمال، وده موجود مش هننكره. هل بس انا ماليش فيها. هل الاعمال والسحر انا ماليش فيها موجودين اصلا ولا لا؟ موجودين وكل حاجه، ولكن انا ما اقدرش اتكلم في الموضوع ده لان مش تخصصي. مش تخصصي. انا تخصصي الفقه. الموضوع ده متعلق بالعقيده، السحر والاعمال والكلام ده. بس هو موجود. موجود طبعا، موجود كل حاجه. في ناس فعلا بتعرف تعمله. ده في فنانين مخصوصين بيروحوا عشان السحر والشعوذه. فنانين مشاهير، ممثلين يعني. ممثلين ولاعيبه كوره ومشاهير. مشاهير. ده كفر؟ لا مش كفر. لا يصل الى حد. معصيه كبيره. لازم ندي درجات للحاجه. في درجه المعصيه، في درجه الكبيره. بس في ناس بيطلب منها حاجات في الاعمال وفي السحر وفي الكلام. ده بيطلب منها حاجات ممكن تؤدي للكفر. ايوه. لا تعدي للوقوع في المعصيه. السحر الاسود، الاعمال السفليه، ده مش كفر؟ هو ربنا سبحانه وتعالى طبعا نهى عن موضوع السحر دوت في سوره البقره، لكن يعني للاسف الشديد يجب ان يكون في دور لعلماء الدين في محاربه مثل هذه الخرافات وزعم العباد، ان بيترتب عليها تاثيرات لا اخلاقيه. يعني لما اي بنت اتاخرت في سن الجواز وروحي يا حبيبتي عند الشيخ الفلاني يفك لك العمل، والشيخ الفلاني يخدرها ويعتدي عليها وياخذ شهوته منها على اساس ان هو بيعالجها. لأن الحاجات دي بتجيلي كتير، يعني كتير بتشوفي مواقف زي كده. وكان في مسلسل الحقيقه كان اسمه اولاد ايه كده، في نفس الحكايه دي، ان البنت وقعت راح عايزه تخلف، زوجه ما بتخلفش. فراح تعمل عمل عشان تخلف. فحصل لها المصيبه دي. هدرها. واعتدى عليها. وهم كثيرون، وبالذات في الريف والبوادي. هنروح لآخر فقرة معانا النهاردة، وهي فقرة أسرار الدكتورة سعاد صالح، ولكن بعد الفاصل. أسرار الدكتورة سعاد صالح، عايزة أبتدي معاكي بأول سر وتجاوبيني بصراحة، وممكن الإجابة تكون مختصرة جدا. دكتور سعد الدين الهلالي طلع وقال وكذا مرة، مش مرة واحدة، إنه الحجاب مش فرض، مع ولا ضد؟ ضد. ضد. الحجاب فرض. أيوه. الحجاب فرض. واجب. واجب. واجب ولا فرض؟ واجب. في فرق بين الفرض والواجب. الصلاة فرض. الحجاب واجب. إيه الفرق؟ بين الفرض يعني ما يتركه او باللي بيتركه وينكره يصل الى درجه الكفر. طيب يعني لما اقول لا ما فيش صلاه، ما فيش زكاه، ما فيش حاجه. لكن والواجب. الواجب بيبقى ثابت بنص ما فيهوش الامر او الالزام. فالاجتهاد بقى بيقوم بهذا الدور. الدكتور سعد اجتهاده ان كذا،
وشعال صالح اجتهدها انه كذا. وكل واحد في له. طب الست اللي ما تبقاش محجبه وتاخد براي اجتهاد الدكتور سعد الدين الهلالي، تاخد برايه تتحاسب؟ تتحاسب ازاي؟ ما هو عالم دين. ولا يعني انا المفروض عالم دين اصحح للناس ولا اخطأ؟ شايفه ان هو كده بيه؟ طبعا يعني ان ده عندنا نصوص في الحجاب يعني، وليضربنا بخمورهن على جيوبهن. سؤال، اللي خدوا برأي دكتور سعد الدين الهلالي هو اللي هياخد وزرهم ولا هم هيتحاسبوا؟ هو لان هم اعتمدوا عليه. يعني احنا كعالمات او كعلماء بيجي يسألنا او تسألنا اي حد الرأي اللي انا بقوله لها انا اصبحت ملزمه عليها. لكن هي مش ملزمه. لا هي مش ملزمه. النقاب واجب ولا لا؟ لا لا لا، بيقولوا مستحب لكن انا لا. مستحب ولا مش مستحب؟ هم بيقولوا لكن انا ما بقولش. مين هم؟ اللي هم المتمسكين بالنقاب. اللي هم؟ ليس هناك نص لا من القرآن ولا من السنة على النقاب. هم مستندين على وإنما يعني حاجة واخدينها بالتوارث. وكانوا بيشتغلوا بقى في البلاد العربية وهناك النقاب فرض فخلاص تعودوا يعني. لكن ليس فرض، ليس واجب، ليس سنة. إن لا يوجد حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يلزم المرأة بتغطية وجهها حتى في الحج. طيب تعدد الزوجات ليه شروط ولا مش مشروط؟ اللي عايز يتجوز يتجوز؟ لا ليه شروط طبعا. ليه شروط طبعا. لا معلش ننور بقى الحته دي كده ونبروزها بعد اذنك. انا عايزه ابروز الحته دي. اهم حاجه يعني الراجل اللي متجوز وسعيد في حياته ومبسوط، هل من حقه بدون اي اسباب يتزوج مره اخرى ولا مش من حقه؟ اذا كان مفيش مبرر ودافع لان هو يتجوز مره اخرى واتجوز ولم يعدل بين الاثنين فهو عاصي وآثم ومعاقب. معاقب. ايه الاسباب اللي ممكن يعني ايه الاسباب اللي تخلي راجل يتجوز اللي ده يكون تبرير ليه او يكون يديله اباحه انه يتزوج مره اخرى؟ هو للاسف الشديد في البعض يقول لك ايه، انا ما انا قادر على ان اتجوز، معايا فلوس وقادر اصرف على بيتين، يقول لك وقادر على ان اعدل. وتبص تلاقي زوجات مبسوطين جدا مع بعض، اتجوز اتنين تلاتة أربعة. أنا أعرف أحد الدعاة كان يروح التلفزيون من التلفزيونات قناة من القنوات ومعاه في عربيته الأربعة منقبات حتى ياخدهم بيساوي بينهم في المشوار. في المشوار هذا يقول لك طب ربنا قال لي عدل وانا بعدل. هم الاربعه معايا. هو هيدي كل واحده حقها ازاي والاربعه معايا؟ خلاص يعني. طيب لازم يكون في ايه اللي يدي الحق ان الراجل يتجوز مره اخرى مره ثانيه؟ هو طبعا هل في شروط لده؟ هل مشروط؟ هل الزواج باخرى مشروط؟ مشروط بالعداله. وايه كمان؟ هل مثلا مراتي ما بتخلفش؟ يعني ما في برضه في اراء بتقول كده. رضا الزوجه واللي مش راضي. اللي مش راضية تطلب الطلاق. يعني في يقول لك ايه، هل من حق الزوجة اللي هي تشترط على زوجها انه ما يتجوزش؟ لا مش من حقها. من حقها انها تقول ان تزوجت عليا فانا من حقي الطلاق. لكن ما تقدرش تشرط عليه في الاول ان هو ما يتجوزش. ايوه. طيب حاجة تانية عايزة اقولها، خدمة الزوجة للزوج في البيت، خدمة الزوجة للزوج، هل ده تفضلا منها ولا واجب عليها؟ مش واجب ولم يرد نص بالوجوب، عشان كده بنقول حسب قدرة الزوج. وأصلا الزوج ملزم بالنفقة على الزوجة. وبعض الفقهاء بيقولوا إن لو كانت الزوجة تخدم قبل الزواج في أسرتها يبقى يجب على الزوج ان هو يوفر لها خادم. بس اهم حاجه القدره، واهم حاجه التفاهم والتشاور بينهما. يعني خدمه الزوجه للزوج مندوبه مستحبه. مستحبه. طب
تفضلا منها؟ ايوه تفضلا من باب الاحسان. من باب الاحسان، ما سماش تفضل، من باب الاحسان يعني من باب الفضيله والزياده. لو ما عملتهاش في عليها ذنب؟ لا ما عليهاش ذنب. لا ما عليهاش ذنب خالص. ما خلفتش نص، لم تخلف نص. يعني لو راجل دخل البيت لقى البيت يضرب يقلب ومش متنظف وهي تعبانه مش قادره، هي ما كده ما عليهاش؟ لا طبعا. السيده فاطمه الزهراء ابنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت الى الرسول تشتكي من اعمال البيت، اعمال المنزليه. كان عندهم بقى راحه وعجن وكلام من ده. الرسول عارف ان سيدنا علي غير قادر على انه يؤجر لها خادم او كده، فقال لها يا بنتي انا هرشدك لحل يخفف عنك، انك انت تسبحي الله 33 مره وتحمدي الله 33 مره وتكبري الله 33 مره، وان شاء الله ربنا هيعينك بفضل هذه بهذا الذكر، بفضل هذا الذكر. طيب ولكن ده برضو بيكون احسن. ده دليل بقى على ايه؟ دليل على ايه؟ ان الرسول ما نهاش وانما ارشدها نظرا لظروف جوزها. وما يقدرش يجيب، ما يقدرش يجيب حد يساعد. لم يعنيها. ولكن حس ان جوزها زي ما بيقولوا ايده قصيره. فقال لها تخفيف معنوي. الذكر تخفيف معنوي. الست اللي بتساعد في مصاريف البيت تصرف زيها زي الراجل او يمكن دلوقتي في بعض الاحيان اكتر من الراجل، هل ده يفقد قوامة الرجل؟ لا لا يؤثر. بالعكس، أنا بقول إن القوامة ممكن تكون للمرأة ممكن تكون للرجل. الرجل الذي لا يعمل ولا ينفق ويستهتر بحقوق بيته وحقوق زوجته لا يكون قوام. المرأة بقى هي في الوقت ده تفقد عنه القوامة. المرأة بتشتغل يبقى هي اللي لها الحق في إدارة البيت. انت لك الحق بشروط بما انفقوا. انت ما بتنفقش يبقى اللي بتنفق تحل محلك. في ناس برضو كتير هتتضايق من الكلام ده. في ناس كتير قوي هتتضايق من الكلام. انت قصدها؟ لا والله خالص. لا على فكره ما الناس تفهم، ما الناس تفهم. أنا عشان الراجل اللي بيشوف مراته دي شقيانه وبتنزل وبتشتغل وبتصرف على البيت، ف يعني يكون في ناس تفهم الحقيقه فيه. طبعا ما يبقاش فيه تعنت وخلاص. الموده والرحمه يا جماعه. اي بالظبط يا جماعه، الموده والرحمه بالظبط. طيب بيتقال برضو انه لبس الذهب للرجاله والحرير انه ده مش اكيد انه هو حرام. لا نعرف ان في حديث للرسول عليه الصلاه والسلام بينهى الرجال عن لبس الذهب والحرير، لكن درجه الحديث ايه ما اعرفش. هل هو حديث صحيح؟ لاحظتي ولا لا؟ أم ليس بصحيح؟ أنا لا أعلم، إلا ناس متخصصة في علم الحديث. أنا بحترم التخصصات جدا. طيب أخيرا في أي سر جواكي أو فتوى جواكي كان نفسك تقوليها وما لقيتيش الوقت المناسب أو خفتي إنك تعلني عنها؟ صراحة والله فتوى تحريم الإجهاض. فتوى تحريم الإجهاض، إن البعض ما بيعتبروش حرام ولك إلا بعد 120 يوم، وهو حرام من يوم أول ما يحصل النطفة تلتقي بالبيضة أصبح نفسي إنسانية. فأنا نفسي يبقى في فتوى ملزمة إلا تحريم الإجهاض. إذا كانت المرأة كمان هتتضرر يبقى في الوقت ده عندها مرض يمنعها من استمرار الحمل. أو مغتصبة. يبقى إذا لو الطفل مريض أو معاق. لا. لأن إحنا ما افرض إن هي ولدته سليم وزي الفل ثم حدث له تشوه بعد ذلك. وهو كامل قدامها. ده قتل نفس. ولا تقتلوا النفس حتى لو في يوم. حتى في يوم ده في شيوخ بتقول لك 3 شهور. لا انت شوف السونار، لما الواحد بيروح من السونار بيلاقي بيلعب من اول ايام تلاقيه بيلعب، ففي روح او نقدر نقول في نبض. مين من حقه يفتي بهذه الفتوى؟ مين مين دار الافتاء؟ دار الافتاء. طيب
دكتورة سعاد نورتيني النهاردة. الله يخليك. كل سنة وحضرتك طيبة، تعبناكي ويا رب الحلقة دي تفوت على خير إن شاء الله. بشكرك جدا. مشاهدينا خلصت أسرار النهاردة، أشوفكم في حلقة جديدة وأسرار جديدة. كنت معاكم أميرة بدر، سلام.